بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة اتفرجنا على ماتش السعودية والمكسيك، وكان السعودية قريبة ان هي تفوز وتتأهل للدور الثاني، ولكن ما تعلمناش من الاخطاء بتاعتنا. يعني ايه؟ السعودية كسبت منتخب الارجنتين في اول ماتش وكانوا رجالة، ولكن وفي الماتش التاني اللي هو كان مع بولندا كانوا رجال، ولكن شاءت الظروف ان هم خسروا. في الماتش التالت اللي هو مع المكسيك حصل ان هم كانوا تحت ضغط عصبي، اذا ما كسبوش الماتش ده مش هيتأهلوا، أدى ذلك إلى الخسارة. ولكن لازم نعد أنفسنا للبطولة القادمة، ولازم كل فريق عربي يكون عنده القوة والمقدرة على المنافسة ويأهل نفسه بصورة قوية للبطولات القادمة. فبنقول السعودية هارد لك، وكنتم رجال، وإن شاء الله البطولة القادمة تكسبوا ماتش واثنين وثلاثة وتبقوا أحسن من أي فرقة متقدمة عالميا. أنتوا كسبتوا الأرجنتين وكنتوا أحسن منهم 100 مرة لما حطيتوا في دماغكم ان انتوا تكسبوا، وبعدين كسبتوها في الشوط التاني. انما انه الماتش اللي بعد كده، ماتش بولندا وماتش المكسيك، حطيتوا في دماغكم ماتش الارجنتين وقلتوا الفرقة التانية دي ضعيفة ما تدوهاش نفس التقدير ليها، فعشان كده اتغلبتوا. فلازم أي ماتش نكسبه ننساه، والماتش اللي بعد كده نركز فيه كأننا ما كسبناش الماتش الأولاني. فبقول لرجالة السعودية، كنتم رجال، وإن شاء الله الماتشات القادمة في البطولة القادمة هتكونوا في دور 16 بإذن الله. والنهاردة برضو اتفرجنا على ماتش تونس اللي كسبت بطل العالم برضو بهدف للا شيء. بقول لهم برضو كنتم رجال، يعني في الماتش الأولاني اتعادلتوا وخدتوا نقطة، الماتش اللي بعديه برضو اتهاوننا فيه واتغلبنا 1-0 من استراليا. لو كنا اتعادلنا مع استراليا كان زمان دلوقتي صعدنا لدور ال 16، ولكن بقول لرجالة تونس انتم رجال، ورجالة السعودية انتم رجال، وان شاء الله البطولات القادمة هتكون احسن لكم وهتتأهلوا لدور 16. فعيشوا يا رجال، وانتم رجال العرب. فتعالوا بقى نشوف منتخب المغرب، لازم منتخب المغرب برضو فاز على تاني العالم هو منتخب بلجيكا، ودلوقتي عنده 4 نقاط. فإن شاء الله الماتش اللي جاي يكسبوه ويتأهلوا دور الايه، دور 16، عشان يكون أول فريق عربي في البطولة اللي هي قطر 22. أول فريق عربي يتأهل لدور 16، وإن شاء الله يكمل فريق المغرب ويكون ممثل العرب في البطولة ويكسب في دور 16 الفريق اللي هيقابله. وإن شاء الله كل العرب ونحن أولهم كمصريين هندعمكم هندعمكم هندعمكم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.